بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. اول سؤال طبعا هيجي لي هو انت ليه فتحت الموضوع ده مع انه قديم جدا؟ انت دعاه فتنه؟ لا انت يا باشا دعاه فتنه دي احنا بنتكلم في خطا وقعنا فيه زمان مش عايزين نقع فيه تاني، فنتكلم بقى على الخطا ده بكل اريحيه علشان المفروض ان احنا ايه بنتعلم من اخطاء الماضي. ده حاجه المفروض ان انت تاخدها قاعده في حياتك، تتعلم الاخطاء اللي انت وقعت فيها زمان عشان ما تقعش فيها بنفس التفاصيل هي في المستقبل او حتى في الحاضر عزيزي. فتعال بقى نتكلم على اللي حصل في مودرمان. اللي حصل في مودرمان هي كانت فضيحة إعلامية من الدرجة الأولى بالنسبة للإعلام المصري والإعلام الجزائري اللي اختاروا الاثنين الخطاب السهل جدا، هو خطاب القرارية وخطاب إن لو إحنا اتغلبنا يبقى في مؤثر خارجي حصل، وده بالظبط اللي استخدمه الإعلام المصري واللي استخدمه الصحافة والإعلام الرياضي وقتها، وهو إن مصر ما ينفعش يخسر جوه الملعب. إحنا ما نخسرش جوه الملعب، إحنا لو خسرنا جوه الملعب يبقى اتضربنا يا باشا، إحنا اتغلبنا في البليد عشان خاطر اتضربنا. برضه نفس الكلام حصل مع المنتخب الجزائري هنا في مصر، قال لك اللعيبه اتضربت وفي طص طوب حصل على الاوتوبيس بتاعهم وفي بعض الجمهور توفى، الكلام ده نقلته الشروق ونقلته الصحافه الجزائريه وبسم الله ما شاء الله. لما مصر كسبت انت كنت مهيئ الاجواء لجو ان انت رايح تعمل خناقه يا باشا. فبالنسبه للانظمه السياسيه وقتها تعالى حاجة حلوة قوي بالنسبة لنا، يلا الشعب كله مركز في كورة وما عادش مركز في أي سياسات ولا مركز في أي حريات ولا مركز في أي حاجة، تعالى نتكلم تعالى هنزيد بقى. الزيطة حصلت وقتها سياسيا وبسم الله ما شاء الله، لقينا الإعلام المصري الجميل بتاعنا ده لقيناه كله بيردد اسطمبة واحدة بس بعد المباراة، وإن اللي حصل كان فضيحة واللي حصل كان إهانة واللي حصل كان ولقينا حاجات كتير قوي في الاعلام المصري وقتها كان بقياده اعلاميين حاليا مفروض ان هم بينفذوا نفس اللي كانوا بيعملوه زمان. والله اللي هو تخيل عمرو اديب كان موجود ايام مصر والجزائر في مودرمان واحمد موسى وقتها كان لسه صحفي صغير. لا مش احنا متحملين كتير وعاد الله في البلد دي، بس عادي يعني مش مهم. المهم وقتها ان كالعاده لازم تروح تجيب شويه سبايسي، يعني لازم تروح تجيب كده فلفل حار، لازم تحط شويه شطه في الاكل علشان خاطر الدنيا تولع. مين اللي يحط الشطه دول؟ شويه ممثلين عرر وشويه فنانين عرر من اللي محسوبين على النخبه يطلعوا يتكلموا بما انهم كانوا شهداء عيان. تخيل انت يعني زمان ما كانوش بياخدوا بشهاده الممثلين لان هم كانوا بيعتبروهم ان هم كدابين اساسا، فما كانوش بياخدوا شهادتهم قدام المحكمه بمحمل الجديه. دلوقتي بقينا بناخد شهاده الممثلين في اللي حصل في مودرمان، مع انه سبحان الله مصر كانت مختاره اللعب في مودرمان، اللي هو يعني احنا كنا عايزين نلعب في مودرمان والجزائر وقتها كانت عايزه تلعب في تونس. والله بجد والله ما وراكش، الجزائر وقتها كانوا مختارين هم عايزين يلعبوا في تونس ومصر كانوا عايزين يلعبوا في مودرمان، بس كان عدل لما رحنا واتغلبنا بقى مؤثر خارجي حصل معايا. ايه اللي حصل؟ اللعيبه كانوا مهزين بيه، احنا لو اتغلبنا ما كناش هنطلع من الملعب. ايه ده؟ هو الكلام ده انا سمعته قريب صح؟ بعد ماتش السنغال بجد والله بعد ماتش سمعت نفس الكلام ده صح؟ بتاع اللي هو يا باشا اللعيبه لو غلبت ما كناش هنعرف نطلع من الملعب. يعني الفلسفه القذره دي لسه بيستخدموها في الاعلام المصري؟ جيس وات يا برو، بيتم استخدامها في الاعلام الجزائري كمان. ده اللي حصل بالظبط بعد ماتش الجزائر والكاميرون. انت بدات تتكلم على ايه؟ على خطاب كراهيه ضد صامويل ايتو، ضد بكاري جسامه، ضد الكاميرون، ضد جامبيا، ضد كذا، ضد كذا، ضد كذا. خطاب الكراهيه ده بياكل مع الجمهور وش، والجمهور بيحبه قوي، وهو حته ان انا مظلوم، حته ان انا ليه اللي حواليا بيكرهوني، حته ان انا ليه الناس كلها باصه لي بصه قليله. الجو ده بياكل مع الناس جدا بجد، بياكل مع الناس قوي. حتى هنا عندنا على المنصه هتلاقي الناس كلها اللي هي طالعه في حته المظلوميه، وجمهور الاهلي بيشتمني او جمهور الزمالك بيشتمني واهلاويه الناس عايزه في القناتي، بتلاقيه عنده جمهور اكتر وعنده ناس كتير جدا واقفه في ظهره اكتر، مع انه حرفيا ممكن ما حدش يكون بيهدده الا بنت اخته ماسكه الموبايل وعايزه تمسح الفيديو بس. هو ده التهديد اللي هو ممكن يكون بيتعرض ليه في حياته، انما غير كده مفيش يا باشا جمهور الزمالك عايز يقفل لك قناه، ولا جمهور اهلي مستنيك ورا الباب عشان خاطر يضربك، ولا الكلام كله الفاكس ده. بس الخطاب ده اللي جاب مع الجمهور، وده فعلا اللي جاب مع جمهور المنتخب المصري وقتها، لان منتخب مصر وقتها كان عنده جيل تاريخي، وطبعا بيجيب مع الاخوه الجزائريين، لان الاخوه الجزائريين بعد ما اتعاملت معاهم شويه عرفت انهم عاطفيين زياده عن اللزوم. فالعاطفه الزياده عن اللزوم دي لما تعرف ان في حد بيقلل منها، لما تعرف ان في حد عايز يصعد عليها عافيه، اكيد الموضوع بالنسبه لها هيختلف تماما. فانت عملت شحن كبير جدا للجانب الجزائري وعملت شحن كبير جدا للجانب المصري. ينفع انك تطلع بعد الماتش تقول ان انا خسرت ككوره؟ والله العظيم ما ينفع. ليه؟ احنا ما بنخسرش ككوره، احنا ما بنخسرش، ما ينفعش ان انا اخسر كمباراه كوره. لازم لو خسرت يبقى حصل حاجه، في حاجه حصلت خلت اللعيبه تطلع خسرانه من الماتش، وده بالظبط اللي استخدمه الاعلام المصري بعد المباراه، وده حرفيا اللي كان بدايه الفضيحه الاعلاميه. وهنا جه ادوار احمد موسى
وعمرو اديب واحمد شوبير ومدحت شلبي والشله الجميله اللطيفه الحلوه دي اللي هي حاليا مستمره برضو. الشله دي برضو اللي كان ليهم يد في اللي حصل في بورسعيد، بس مع ذلك عادي مفيش حد بيتعلم من اي حاجه. يعني احنا كنا بنقول ان احنا هنتعلم في اللي حصل في المدرمان لكنه اتكرر في بورسعيد، قلنا هنتعلم في اللي حصل في بورسعيد لكنه اتكرر في الدفاع الجوي. فدلوقتي المفروض ان الواحد طلع بيتكلم يا جماعه اللي هو ما تصدقوش الاعلام بتاعنا. احنا عملنا هنا قنوات يوتيوب ليه؟ علشان خاطر احنا بنهرب من الاعلام الكذاب، بنهرب من الاعلام اللي ماشي بالاجندات. وموضوع الاجندات ده هتعرفها شويه كده لما تتعمق في فكره الكلام في السياسه او تتعمق في اي حاجه سياسيه، هتعرف ان مفيش محطه تلفزيونيه ما بتخدمش اجندات سياسيه، ما بتخدمش اجندات اصحاب المحطه، وما بتخدمش اجندات رجال الاعمال اللي بيديروا المحطه. هتعرف حضرتك ان مفيش حاجه في العالم حاليا اسمها اعلام مستقل واعلام بين الحقيقه 100%، اغلب الاعلام حاليا موجه. علشان كده قنوات يوتيوب هنا، القنوات اللي لسه صغنطوطه اللي مش تبع شركات والكلام ده، كل واحد بيقول اللي هو عايزه ويقول اللي بيجي في باله. ودي اجمل حاجه موجوده هنا في اليوتيوب، انك بتطلع تقول اللي في دماغك يا باشا. غير كده مفيش، انت ما بتخدمش سياسه، ما بتخدمش فلسفه. حتى لو السياسه دي مش هتجيب مشاهدات مش مهم، المهم انك تطلع تقول اللي في بالك. ايه هو اللي في بالك؟ ان الاعلام كان بطل موضوع ام درمان. اللي حصل في مدرمان واللي حصل في القاهره كانت كره قدم، كره قدم فيها مشجعين بيعتدوا على اتوبيسات المنتخبات المنافسه، فيها جمهور بيسب المنتخبات المنافسه، فيها منتخبات بيضربوا الخصوم بتاعتهم عادي جدا. لكن اللي حصل بعد كده من الاعلاميين المصريين ومن الممثلين المصريين في موضوع سب الجزائر وسب الشهداء والكلام ده، الموضوع كبير زياده على اللزوم. اللي هو عارف حضرتك لما تروح تجيب حد يطبل لك، فالراجل بيطبل وبيجود قوي. ده بالظبط اللي عملوه الممثلين المصريين او يعني الفنانين المصريين اللي هم بيعتبروا من النهبه. النهبه بتاعتنا اللي عندنا وهنا في مصر ما بيعملوش اي حاجه في حياتهم غير ان هم بيقلعوا هدومهم بس، هي دي النهبه اللي موجوده عندنا في مصر. فالنهبه دي حاليا او سابقا برضو كان نفس السياسه بتاعتهم، هي سياسه مين هيقلع اكتر، مين هيطبل اكتر، مين هيعرض اكتر. وده للاسف الشديد كان رايح لحته ان انت تعمل مشكله مع الشعب الجزائري. بس مش مشكله ليه؟ لان انت اساسا لقيت ان في استفاده سياسيه هتحصل من ورا القصه. ايه هي؟ مشروع التوريث اللي كان بيتم التحضير ليه في مصر، ياخد كده يوتيرن من موضوع مصر والجزائر في كره قدم ونحول الموضوع للسياسه، ونلاقي ان جمال مبارك بيطلع يتكلم مع خالد الغندور على مباراه مصر والجزائر. اكيد فهمت دلوقتي ان اللي حصل تم استخدامه سياسيا بطريقه معينه من قبل النظام المصري السابق. بس عادي جدا، انا مش بقول لك كده علشان خاطر تفهم ان الكلام ده بيحصلش دلوقتي، انا عايز افوقك على ان الكلام ده بيحصل دلوقتي وناو وفي يوتيوب كمان على مباراة الجزائر والكاميرون. وفي كلام اللي بيطلع كله بيقول لك ان حته ان الجزائريين ما ينفعش ان هم يخسروا في ملعب كره قدم. اللي حصل كانت مؤامره، وده برضو نفس خطاب الكراهيه اللي استخدمه الاعلام المصري والاعلام الجزائري وقت ام درمان. اتمنى عزيزي تكون فهمت ان خطاب الكراهيه بيجيب مشاهدات، خطاب الكراهيه بيحس الشعوب على قد ايه هم بيحبوا بلدهم، لكن خطاب الكراهيه بيكون عباره عن كذبه كبيره جدا 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 بيستخدمها اعلام قذر او بيستخدمها قنوات قذره او حاليا بيتم استخدامها من يوتيوبرز قذرين عشان خاطر تلموا مشاهدات لا اكتر او اقل. اللهم بلغت اللهم فاشهد. انا عملت لك الفيديو ده عشان خاطر اقول لك ان اكتر حاجه المفروض ان المصريين والجزائريين كان في حساسيه ما بينهم هي موضوع مدرمان. الموضوع كله كان ابطال الاعلام المصري والاعلام الجزائري، فلا لا تنشغل بحروب جديده بيسببها لك الاعلام مع سامو الايتو او مع بكاري جسامه، لان صدقني بعد 5 6 سنين انت نفسك هتحس ان انت اتضحك عليك وهتحس ان انت تم استغلالك من قبل الاعلام بتاعك علشان خاطر اعلامك كان بيخدم اجنده سياسيه معينه. فاتمنى منك عزيزي انك تعرف ان كره القدم بيتم لعبها في الملعب بس، الكواليس والحاجات دي موجوده بس مش موجوده بالطريقه اللي انت متخيلها عزيزي. مش معنى فرقتك تكسب يبقى انت تكسب فري، لو خسرت خسرت كواليسها. وحش النظام ده، بيعجبش بصراحه. طب انت طالع تقول الكلام ده ليه؟ ما انا عمال اقول لك من اول الفيديو عشان خاطر ما حدش يضحك عليك ويشتغلك تاني بقى، افهمني بقى. واهم حاجه عزيزي ان القناه بتاعتنا صغيره، معناها انك تقول كل اللي انت عايزه ومش مهم بقى علشان خاطر ما حدش مركز معاك. انما لو قناتنا كبيره اعتقد ان احنا ما كناش هنطلع نهاجم الاعلام، لان وقتها كان الاعلام كفيل ان هو يلبسني كلابوش. بس الحمد لله احنا صغننين ونقول اللي احنا عايزينه.